بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 85 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مستمع يقول: أخوكم في الله نون عين ألف سوداني مقيم في المملكة. أخونا يقول: أنا أعمل سائق في أحد المنازل في المملكة، تواجهني عدة مشاكل، منها أنني أضطر إلى أن أركب معي زوجة صاحب المنزل لكي تذهب إلى السوق أو إلى العمل بدون محرم، مع العلم بأني أعلم أن ذلك لا يجوز، فما هي نصيحتكم لي ولصاحب المنزل أيضا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن مما ابتلي به المسلمون في وقتنا الحاضر مسألة السائقين وخلوهم بالنساء السيارات، وكذلك دخولهم في البيوت، اختلاطهم بالنساء والمحارم، كل هذه أسباب فتنة وأسباب شر. فالواجب على أهل البيوت أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن السائق رجل أجنبي من نسائهم، وأن الفتنة موجودة وغير مأمونة مع السائق ومع غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج، فإذا كان قريب الزوج خطره شديدا وهو الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع إشفاقه على قريبه وغيرته على قريبه، فكيف بالرجل الأجنبي؟ أم كيف بالرجل الذي لا تعرف أمانته واستقامته؟ وعلى كل حال، لو كان من أصلح الناس فإن وجوده مع النساء وخلوته مع المرأة فتنة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان. فعلى أرباب البيوت أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتحرزوا من هذا الخطر العظيم، وأن لا يسمحوا لنسائهم أن يركبن مع السائقين وحدهن، لما في ذلك من الخلوة ومن التعرض للفتنة. فعليهم أن يحذروا من هذا التساهل وهذا الإهمال، وأن لا تحملهم الثقة العمياء على الأمن من الفتنة والشر والمحذور، أو لا يحملهم الكسل وعدم التساهل وعدم الاهتمام بأن يتساهلوا في هذا الأمر، بل عليهم أن يجعلوه نصب أعينهم، وأن لا يسمحوا لبناتهم ولا لنسائهم ولا لقريباتهم أن يركبن وحدهن مع السائقين مهما كانوا، لما في ذلك من الفتنة ولما في ذلك من الشر الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد المستمعين يقول: أسألكم، إذا حلق الإنسان شعر رأسه هل له أن يحرقه بعد ذلك أم أن ذلك غير جائز؟ جزاكم الله خيرا. إذا حلق شعر رأسه فإنه يلقيه في أي مكان، لأنه فضلة تخلص منه، فلا مانع أن يلقيه في الزبالة أو أن يدفنه في مكان، فالأمر في هذا سهل. وإذا أحرقه فلا مانع من ذلك إن لم يتأذى برائحته أو يؤذي برائحته. المهم أنه لا حكم له بعدما انفصل منه.
نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: إذا بنيت جامعا وبعد فترة من الزمن وقع وكانت تقام فيه الجمعة وأنا الإمام، ولم أستطع على بنائه مرة ثانية ولا يد تعينني، ماذا أعمل حينئذ جزاكم الله خيرا؟ الواجب أن تتفضل إلى الجهة المسؤولة عن المساجد، وزارة الأوقاف وشؤون المساجد، وتقدم إليها بطلب عمارة هذا المسجد، فإن لم يتيسر ذلك فلتعرض الأمر على المحسنين، وتسعى في جمع تبرعات، أو إذا كان أحد من المحسنين يقوم بعمارته فأنت تكون واسطة خير في هذا الأمر، فإما أن ترفع بشأنه إلى الجهة الرسمية إذا كان هناك جهة مسؤولة عن المساجد، وإما أن تعرض أمره على المحسنين، ولو كان عليك في ذلك بعض المشقة، لأن هذا في سبيل الله عز وجل، وهو عمل خير لك ولمن من الله عليه بالتبرع لهذا المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حا حا عين سوداني مقيم في قطر يسأل أيضا ويقول: هل تقام صلاة الجمعة بثلاثة أشخاص فقط؟ الصحيح لا بأس، صحيح أنه لا يشترط للجمعة عدد معين، وإنما تنعقد بالثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في مكان، إذا كانوا مستوطنين في مكان تيطانا دائما فلهم أن يقيموا الجمعة إذا لم يكن عندهم جامع قريب، أما إذا كان عندهم جامع قريب فإنهم يصلون مع المسلمين، أما إذا كانوا بعيدين عن المكان الذي تقام فيه الجمعة وهم ثلاثة فأكثر فلهم أن يقيموا الجمعة. جزاكم الله خيرا. يقول: رأيت بعض الناس يصلون صلاة الوتر ثلاث ركعات، هل هذا صحيح؟ علما بأن الذي أعرفه أن هناك ركعتين شفع ثم ثلاث وتر. نعم هذا صحيح، أقل الكمال في الوتر ثلاث ركعات، ركعتان الشفع وركعة هي الوتر، وإذا أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، وكل ذلك جائز، وكل ما كثر الوتر فهو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بالواحدة بالحادية عشر، يوتر بركعة واحدة وهي الحادية عشر، وهذا أعلى الكمال، وأدناه ثلاث ركعات كما ذكرنا، والمجزي ركعة واحدة، يجوز الوتر بركعة واحدة فقط بدون شفع، هذا مجزي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها المستمع محمد السعيد محمد مصري، رسالته مطولة لكن ملخصها السؤال عن الطريقة الصحيحة لبيع الذهب، ولا سيما إذا باع ذهبا بالنقود الحالية الورق، ثم يسأل: هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط أم لا بد من التقابض؟ جزاكم الله خيرا. إذا باع الذهب بذهب مثله، إذا باع الذهب بذهب فلا بد من أمرين: التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. أما إذا باع الذهب بغير الذهب من النقود كالنقود الورقية أو بالفضة، فإنه يجوز التفاضل، أن يكون وزن الفضة أكثر من وزن الذهب، وأن يكون عدد نقود الورق أكثر من عدد نقود الذهب، التفاضل يجوز إذا اختلف الجنس، لكن لا بد من التقابض في المجلس. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأما البيع بالغائب، بيع ذهب بنقود غائبة، هذا محرم وربا، سواء كان مقسطا أو غير مقسط، لا بد من التقابض في المجلس. نعم جزاكم الله خيرا. ألاحظ أنه يسأل عن ربا النسيئة، شيخ صالح جزاكم الله خيرا، يسأل عن هذا الربا وما نوعه وعن كيفية التعامل به. ربا النسيئة هو ربا التأجيل، كان يبيع النقود بالنقود مؤجلة، يبيع 100 دولار أمريكي ب1000 ريال سعودي مؤجلة مثلا، هذا ربا النسيئة، لا يجوز بيع النقود بعضها ببعض وإن اختلف جنسها، فلا بد من التقابض في المجلس، ولا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تبيع غائبا منها بناجز. نعم جزاكم الله خيرا
وأحسن إليكم من ينبع النخل رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هنا، تقول أختكم أم زهور. أم زهور تسأل وتقول: هل صحيح أن النفساء لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل 40 يوما حتى لو طهرت؟ أرجو التوضيح والإرشاد، جزاكم الله خيرا. هذا غير صحيح. المرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فإن عاد عليها الدم قبل 40 فإنها تجلس، وما صامته وصلته في فترة النقاء يكون صحيحا، وإنما تجلس إلى 40 إذا استمر معها الدم، إنها تجلس إلى 40. أما لو انقطع في أثناء 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، فإن استمر منقطعا فالحمد لله، وإن عاد إليها في أثناء 40 فإنها تجلس إلى أن تتم 40، وما صامته وصلته في أثناء النقاء والطهر المتخلل في أثناء 40 فإنه صحيح ويحتسب لها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: بعض الناس يقول لا يجوز للمرأة تغطية وجهها في الحج والعمرة، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ هذا غير صحيح. لا، المرأة تغطي وجهها عن الرجال سواء كانت حاجة أو معتمرة أو غير حاجة ولا معتمرة، تغطي وجهها عن الرجال بكل حال لأن وجهها عورة. ولكن إذا كانت محرمة فإنها لا تغطي وجهها بالنقاب والبرقع وهو ما خيط للوجه خاصة، أما أن تغطيه بثوبها أو بالخمار غير مخصص للوجه فهذا واجب عليها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فتغطية المرأة لوجهها عن الرجال غير المحارم أمر واجب في حالة الإحرام وفي غيره، إلا أنها في حالة الإحرام لا تغطي بما خيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب، وكذلك لا تلبس القفازين على الكفين وهما ما خيط للكفين أو نسج للكفين، لا تلبسه وهي محرمة، وإنما تغطي كفيها بثوبها عن الرجال غير المحارم. أما أن يقال أن المحرمة تكشف وجهها ولا تغطيه عن الرجال فهذا غلط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن الحائض لا تلبس الحليب ولا تضع الحناء في يديها؟ غير صحيح. لا مانع أن الحائض تلبس الحليب تضع الحناء في يديها، ولا بأس أن تتجمل وتتزين، لكن من غير تعرض للرجال وتعرض للفتنة، ولا تتزين عند الخروج من البيت ولا تظهر الحلي. أما أنها تتزين عند النساء أو عند زوجها فلا مانع من ذلك سواء كانت حائضة أو غير حائض. جزاكم الله خيرا. هل خال الوالدين وعم الوالدين من المحارم أم لا؟ جزاكم الله عنا خيرا. نعم، عم الوالدين عم لأولادهم، وخال الوالدين خال لأولادهم، فيكون محرما للبنت ومحرما، يعني يكون محرما لبنت أخيه أو بنت ابن أخيه مهما نزلت، أو بنت أخيه، لأنه عم لها. وكذلك يكون محرما لبنت أخته وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزل، لأنه خال لهما. فخال الأم خال لأولادها مهما نزلوا، وعم الأم عم لأولادها مهما نزلوا، وعم الأب كذلك عم لأولاده مهما نزلوا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن السيد محمد بعث يسأل ويقول: أفيدوني عما وقع لي في حجي في عام 1413، إذ لم أطف طواف القدوم ولا سعي، ولم أعمل طواف الإفاضة ولا سعي الإفاضة، وعملت طواف الوداع فقط، ثم سافرت إلى مصر وأنا أعمل في السعودية، وفي العام الثاني حجيت لجدي. أرجو منكم إفادتي عن وضع هذه الحجة وعن ما حصل لي مع أهلي بعد ذلك، جزاكم الله خيرا. حجتك الأولى غير كاملة لأنه قد بقي عليك طواف
الإفاضة، وباق عليك طواف السعي، وباق عليك السعي بين الصفا والمروة، وهما ركنان من أركان الحج، وباق عليك أيضا طواف الوداع عند السفر، وهو واجب من واجبات الحج. فعلى هذا أنت حججت في السنة التي تليها وأحرمت وأديت الحج، لكن باق عليك من الحجة الأولى طوافها وسعيها ووداعها، فعليك أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بنية طواف الحجة الأولى طواف الإفاضة، وتسعى بين الصفا والمروة للحجة الأولى، وعليك أيضا طواف الوداع عند السفر. وإن كان حصل منك جماع في هذه الفترة فإنك تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثيرا من إخواننا المسلمين يقعون في مثل هذه الأخطاء شيخ صالح، يأتي الواحد منهم بقصد الحج لكنه يؤدي بطريقة تشبه هذه الطريقة. هل من كلمة عامة لإخواننا المسلمين إذا ما أرادوا المجيء للحج أو العمرة؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم في الحج وغيره من العبادات أن لا يدخل في شيء من العبادات إلا بعد أن يعرف أحكامه وكيف يؤدي. فعليه أن يقرأ وأن يسأل كيف يحج وما هي مناسك الحج، ثم أيضا يكون مع رفقة تعرف أعمال الحج يمشي معها ويفعل مثل ما تفعل. هذا هو السبيل إلى أداء المناسك الحج على الوجه المطلوب، إما أن يقرأ ويسأل ويطبق ما عرف، وإما أن يسير مع أناس يتقنون أعمال الحج فيعمل مثل أعمالهم. هذا هو الواجب عليه. أما أن ينفرد بنفسه وهو لا يعرف ويخلط بأعمال الحج أو أعمال العمرة على جهل، هذا أمر لا يجوز، ويوقعه في الخلل والنقص، وربما في بطلان العبادة التي جاء من أجلها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية عمان لنقرأ رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات. تقول أختكم أم عبادة الحارثي، تسأل وتقول: حدثونا عن كيفية مراجعة القرآن الكريم لمن يحفظه، علما بأني امرأة متزوجة ولدي مسؤوليات كثيرة، بالإضافة إلى تعلقي بقراءة الكتب الأخرى التي تخص ديننا، وكم جزءا في اليوم ينبغي أن أراجعه، وهناك سور وأجزاء نضبطها وأخرى عكس ذلك، فما هو كلامكم الموجه إلينا كي نتبعه في مراجعة القرآن الكريم، وما هي الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها حامل أو صاحب القرآن؟ أرشدونا مأجورين، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك في أدنكم. مراجعة القرآن وتعاهد القرآن أمران مطلوبان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يختلف باختلاف الناس وظروفهم. فعلى المسلم أن يجعل له جزءا يوميا من القرآن يقرأه قل أو كثر، حتى يختم القرآن، إما في أسبوع وإما في 10 أيام وإما في نصف الشهر أو في 30 يوما، وهذا آخر حد. لا ينبغي للمسلم أن يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن، لأن يجعل له كل يوم جزءا من القرآن، لأن القرآن 30 جزءا، فإذا جعل له في كل يوم جزءا من القرآن يقرأه إلى أن يكمله، هذا آخر حد. ولو قرأ أكثر من ذلك وختمه في وقت أسرع لكان ذلك أفضل. فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف ظروف الناس ومقدراتهم على تحزيب القرآن. أما أن يهمل ولا يقرأ شيئا من القرآن ولا ينظم له جزءا من القرآن في كل يوم، فهذا إهمال، هذا إهمال وهجر للقرآن. وأما نعم الصفات التي التي يتحلى بها قارئ القرآن فهو العمل بالقرآن الكريم، تحلي بما يأمر به القرآن فيفعله، وابتعاد
يعاد ما ينهى عنه القرآن من الأخلاق الذميمة والمعتقدات الباطلة. فصفات قارئ القرآن أن يعمل بالقرآن الكريم ويظهر على تصرفاته وعلى أعماله ويكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتخلق بآداب القرآن وتوجيهات القرآن. كذلك كل مسلم، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. المقصود من القرآن هو التلاوة والتدبر والعمل بما فيه حتى يكون حجة للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وحجة عليك إن أهملته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية وباعثها مستمع الرمزين اسمه بالحروف خا حا حا، يسأل ويقول: في بلدنا شيخ يأتي إليه الناس من كل مكان يأخذ منهم التوبة كما يقول، وحينئذ يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأمرهم بالاغتسال ويأمرهم أيضا بتطبيق أحكام التوبة وأحكام شريعة الله. ما رأيكم في مثل هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هذا العمل عمل باطل لا خير فيه، هذا من عمل النصارى، هم الذين لا يتوبون إلا عند الكنائس وعند القسيسين. أما دين الإسلام ولله الحمد فإن المسلم يتوب إلى الله في أي وقت وفي أي مكان من غير أن يذهب إلى أحد أو أن يرتبط بشيخ من الشيوخ، لأن الله جل وعلا أمر بالتوبة مطلقة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وذكر في صفات المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أولئك يتوب الله عليهم. ولم يقيدنا سبحانه الرجوع إلى شخص أو إلى مكان لنتوب في هذا المكان أو عند هذا الشخص، وإنما نتوب إلى الله بيننا وبين الله عز وجل، وهو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم أعمالنا ويعمل نياتنا ومقاصدنا ويسمع كلامنا ويتوب على من تاب إليه صادقا في توبته. المهم أن الإنسان يصحح شروط التوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والنصوح هي التوبة الخالصة المستوفية لشروطها، بأن يقلع عن الذنب وأن يعزم أن لا يعود إليه وأن يندم على ما فات منه. وإذا كان هذا الذنب يتعلق بمخلوق، بأن ظلم بعض الناس تعدى عليهم، فإنه مع هذه الشروط الثلاثة يضاف شرط رابع، وهو أن يرد المظالم إلى أهلها أو يطلب المسامحة منهم حتى تكون توبته صحيحة مقبولة عند الله جل وعلا. هذا هو المطلوب في التوبة. أما أن نرتبط بشخص نذهب إليه ويأخذ علينا شروط أو أموال ويعطينا توجيهات ويأمرنا بأشياء، هذا كله من الباطل ومن البدع المحدث، وإنما هذا دين النصارى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد بقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى